لما يهل الورد البلدي كل الورد يخاف، بالعربي اللي ما شافش العربي بلعش ولا شاف. سلام. الناس بتقدر قيمة الوردة من سعرها واستخداماتها بماركات العطور العالمية وبارتباطها بالقصور والملوك الأوروبيين الفرنسيين والبريطانيين وحتى المشاهير، وكأنه هن اللي عطوها قيمة. بس الحقيقة أعمق من هيك. الورد البلدي أو الورد الجوري أو حتى الوردة المحمدية كلها أسماء للوردة الشامية واللي هي معروفة عالمياً باسم دمسكينا روز. ظهرت لأول مرة بنقوش بواحد من أصول العصر البرونزي باليونان، يعني قبل الميلاد، وكان إلى ظهور بحدائق بابل المعلقة، وحتى لقوا بقايا منها بالمقابر الفرعونية الأثرية. الكتاب والشعراء من مختلف العصور ذكروها بكتاباتهم، وهون ما عم نحكي عن نزار إباني، عم نحكي عن شكسبير اللي سمى الصراع على عرش بريطانيا بين العائلتين الملكيتين لانكستر ويورك بحرب الوردتين، ببساطة لأنه شعار العيلتين كان وردة بيضة ووردة حمراء. وإذا بتكون أكتر، الرسام الخاص لماري أنطوانيت واختصاصي النبات البلجيكي بيير جوزيف روديته، حلوة الجملة صح؟ رسم أكتر من 250 نوع من الورود الشامية، وبيقولوا أنه رسوماته ومنها هي الورود أنقذته من مقصلة الثورة الفرنسية. هيك بقول، والله هيك بقوله. وفي مصادر بتقول إنه الخليفة العباسي المتوكل لشدة جمال الوردة الجورية زرع قصره كله منه، ومو بس هيك، منع العامة من زراعتها لتبقى إله بس. بس الكل متفق إنه الوردة شرقية مانا غربية، وإنه في بالصين فن اسمه شينتس، وفن الشينتس القديم اللي هو من الصين بيقول إنه التطريز على القماش القديم كان كله ورود جورية. هلأ هو مو بس على القماش، لأنه على ورق الجدران كمان، وهذا دليل إنه ازدهرت بالصين وبلاد فارس وصولاً لسوريا وطالعت لنا الوردة الجورية اللي منعرفها. وعلمياً هي هجينة أصلاً من ثلاث أنواع من الورود، وبعدين بقى الرومان وقادة الحملات الصليبية جابوه على أوروبا، والأمويين نقلوه للأندلس وللمغرب العربي وصار اسمه زهرة قشتالة، ولسه زخارفها موجودة بقصر الحمرة بغرناطة. حتى حالياً بالمغرب في احتفال سنوي بقلعة مكونة بيحتفل بالوردة الجورية وأهميتها الاقتصادية، اسمه مهرجان الوردة الشامية، هيك بالحرف. هي الوردة الرقيقة هي أصل الزيت العطري اللي بيعملوا منه أجود أنواع العطور، وماء الورد اللي بينضاف للحلويات الشرقية عنا، والأطباق الرئيسية بالهند والمغرب. وابن سينا هو أول من أطر الورود واكتشف ماء الورد وفوائده العلاجية للبشرة والجهاز الهضمي. بعام 2018 قيمة سوق الورد العالمية بكل منتجاته كانت حوالي 279 مليون دولار. دولار. وعنا بسوريا قصتنا مع الوردة ما بتوقف عند شكلها وريحتها، بتروح أبعد من هيك وبترتبط بذكرياتنا بالبيوت العربية وأرض الديار وشراب ومربى الورد. هون لازم نقول إنه مشروع وردة مسار بإدارة أسماء الأسد اللي بيستهدف اليافعين والأطفال عبر مكتبات وأنشطة ترفيهية وملاعب، واللي أخذ اسمه وتصميمه من الوردة الشامية، إنه هو محاولة لأسماء الأسد لحتى تبيض اسمها برا سوريا، وخاصة إنه بال 2019 اليونسكو اعتبرت الوردة الدمشقية من التراث المادي وحطتها بالقائمة العالمية لحمايتها. وهون الفضل مو للأمانة العامة للتنمية ولا لأسماء الأسد، الفضل أكيد لأهل الوردة، للعمال والعاملات اللي بيفيقوا قبل طلوع الضوء بساعة محددة ليقطفوا الوردة، لأنه لو تأخروا عليها رح تفقد قيمتها العطرية والاقتصادية. بيشتغلوا بزراعتها وعنايتها وقطفها وتجفيفها وتقطير زيتها وعطرها. حماية الوردة وتاريخها الاجتماعي والثقافي ووضعها ضمن التراث اللامادي السوري هو حماية للمهنة، حماية للزراعة وحماية للصناعة، اللي بياخدنا بالنتيجة لحماية الحرفي والمزارع. فكيف بدك تحمي الوردة الشامية إذا كان المزارع من النبك والقلمون مهجرين برا أراضيهم وبيوتهم؟ الحماية هي حماية الإنسان بالدرجة الأولى، لأنه هو اللي بيحفظ التراث. الحجر ما له ذاكرة والوردة ما لها ذاكرة، هي ذاكرتك وأثرك أنت اللي طلع من عنا لهذا العالم. سلام. لما يهل الورد البلدي كل الورد يخاف، بالعربي اللي ما شافش العربي بلعش ولا شاف.